مرحبا واهلا وسهلا فيكم. رح نبدا اليوم سلسله جديده انا وادم. اسمها طبعا انا وادم. اوكي، هاي السلسله بدنا نحكي فيها كيف انا وادم نتعامل. اليوم معنا صديقنا ريكس، ضيف على الحلقه، رح تشوفوه كتير في حلقاتنا، هو صاحب ادم. بدنا نحكي فيها كيف بنتعامل انا وادم، كيف انا بحاول اقرب لادم فكره الادوكيشن، افكار السلام، التعايش. خليكم معنا في هاي الحلقه والحلقات الجاي، تابعونا عشان تشوفوا شو بدنا نحكي. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. قبل يومين يا ادم في كندا صارت قصه كبيره. جاستن ترودو اللي هو رئيس الوزراء الحالي لقوا انه عامل صور تنكر لما كان في حفله هالوين في المدرسه اللي كان يشتغل فيها، ومغطي وجهه او داهن وجهه بلون اسود، ولابس زي طربوش هيك عربي متنكر زي علاء الدين. بديش اليوم احكي لك عن الشغله من موضوع سياسي، اوكي؟ بدنا نستغل هذه الصوره. شفتها الصوره انت ولا لا؟ لا ما شفتها. هلا بورجيك اياها، احط لكم اياها على الشاشه هون، شوفوها. اوكي، بدي احكي لك الان شو التاثير اللي صار على رئيس الوزراء من وراء هاي الصوره. رئيس الوزراء الكندي اضطر انه يطلع قدام الجميع ويعتذر، وفي ناس كتير بتحكي انه راح يأثر على الحملة الانتخابية. بتعرف شو معنى الحملة الانتخابية؟ election. اوكي، وفي ناس كتير بتحكي انه اشي عادي. ففي صار يعني ناس بتحكي انه اوكي، في ناس لا. بس انا بدي احكي لك يا ادم ولكل الصغار والكبار هون كيف يوعوا اولادهم، تنتبه من الشغلات اللي بتحطها on the social media. جاستن ترودو حط هاي الصورة قبل 11 سنة أو قبل 2001، قبل 18 سنة عفوا. والصورة الثانية اللي أقوله إياها قبل يمكن 20 سنة أو 25 سنة. المهم لأقوله صورتين، وهدول الصورتين كلهم قبل ما يبدأ في الانتخابات ويبدأ إنه في الحزب بالبرلمان. فعشان نحكي لك إنه السوشيال ميديا والشغلات اللي بتحطها اليوم على السوشيال ميديا راح تأثر على حياتك، مش بكرة ولا بعد بكرة، يمكن بعد 15 سنة. يعني بقدر أحط بالسوشيال ميديا، بقدر أحط يعني صورة ريكس. تقدر تحط صورة ريكس، تقدر تحط الشغلات البوزيتيف، أوكي، شغلات صارت معك. بس دائما لازم تكون حذر، أوكي. السوشيال ميديا فيها كتير بولينج وفيها كتير مشاكل، اوكي. بدنا نتعلم من هاي القصه ومن اللي صار مع جاستن ترودو لمستقبل، اوكي، عشان ما يصير حدا بعد 20 سنه اذا انت بدك تصير برايم مينستر يقول لك انت مثلا سويت شغله غلط وحطيت صوره لشغله مش كويسه، اوكي، فعشان هيك انت مش راح تقدر تصير. يعني عشان غلطه صغيره انت سويتها قبل 20 30 سنه، او صوره انت عجبتك بفكرها انها فاني، اوكي، حطيتها اون ذا سوشيال ميديا، هلا مش حتقدر تصير برايم مينستر. فعشان هيك لازم نعرف فيري كلير شو اللي بنحطه وشو اللي بنعمل له شير على السوشيال ميديا. كلير؟ كلير. جود مي 5. ايش حتحط على السوشيال ميديا؟ الاشياء البوزيتيف والاشياء هي هم مو يعني اوفنسيف. اوفنسيف لاي احد، صحيح؟ مزبوط، لانه احنا بدناش ناذي اي احد، صحيح؟ فيري جود. سلم على ريكس. باي باي.